أصدقائي المشاهدين، حان موعد الحضور والظهور الأول للكرة العربية هنا في الكاميرون، إفريقيات 2022، المونديال الأسمر على إيقاعات مريم ماكيبا المام أفريكا في الدوري الخاص بالمجموعة الثالثة. مكسيكو 68، المغرب تأهلت بعد غانا. تمشي الكرة والانطلاق، عرضية خطيرة والحارس يا سياب دائما تبدأ بداية صعبة، عرضية خطيرة وركنية ثانية عيدها لوزيتش، الكرة الأولى والهدف الأول يضيع. كرة كانت من رومان السايس، كان ممكن تكون الرمانة مليانة يا رومان. منتخب المغربي كاس افريقيا، شيبو حتتعصف باللاعبين وبالمنتخبات في بدايه هذا المشوار. غانا باديه مليح، قلت لكم ماتش الجزائر مش مقياس، لانه الماتش اللي تصابوا له وتمسوا هما اللاعبين. من عمران لعب كره بالراس على القائم الثاني. جابار غبيه بوبا بالكورونا منك يا زاموا، والكره خطيره بالراس ترجع مع بالك، يعني مباراه قمه هنا، خطا وممكن ورقه صفراء مستحقه. خرج الكارت يا جوشوا، نعم هو كذلك يا بوندو. على فكره في الاخراج التلفزي الله يستر، يعني البارح الكاميرون يعني ما يعودوش اللقطات نثبتوا التشكيل. الكرة على تشكيل وكرة في الجول خطيرة، وفي كرة خطيرة حذاري من الأخطاء. ياسين بونو يغلف على الكرة ويغطي ويربح سيمتر، كرة من ضربة مرمى للمنتخب المغربي، الهداف التاريخي للقرن 21، هو الهداف التاريخي للكان للمام أفريقيا في مونديال أفريقيا. الكرة تمشي بعيدة، ضربة مرمى، الضغط غاني واستخلاص الكرة، الهربة، وفي خطأ، لا في خطأ وانذار. شوفوا قرار جوشوا بوندو، بالفعل ورقة صفراء مستحقة، والسلم متأخر على اللاعب الغاني، اللاعب باينسيل، لاعب خبرة من المخضرمين في التشكيلة الغانية. يطالب ايو جوردان، ايو 18 هدف دولي مع منتخب الفريق الكبير، المنتخب الاول ما حققش اللقب منذ اهل والتكنيك. ينطلق الهجوم خطيره، وفي خطا على رومان، هل تكلفه بطاقه صفراء ام لا؟ الحكم يكتفي بالقرار الاداري ويبتعد عن التاديبي. كالعب النار في ورقه صفراء رومان في هدف في بطوله افريقيا. خطيره الكره بعيده، ضربة مرمى لياسين بونو، كرة كانت من لاعب أتلتيكو مدريد ليكس، الآن في استاد الإمارات والجانرز أرسنال، مدفعجية لندن عن طريق مدفع وغانا. الراية والمراوغة ممتازة، شوت يشوت كرة وحلوة برشا، المراوغة والتكنيك والانشينمون والتسلسل من 15 سليم ملاح، سليم جاسد سليم ومراوغة سليمة ومليحة، ولكن الشوتة نقصتها الروعة والدقة يا سليم. يمشي سوفيان يحاول يحصل خطا، وبذكاء وبصنعه وبخباثه جاب الفاول، يركب خطا على الدفاع الغاني، والدفاع الغاني يرتكب خطا من بارتي. الكره هنا كره هنا فاصل، الله على كره ملعوبه يا رومان، الكابتن يخلق اكبر فرصه. يا السايس لو حطيتها تحت شويه كانت تمشي في الجول، هذه كره خطيره وخطيره جدا، وكيف اهدرت كره رومان يمكن كان ما المسهاش من منتخب الغاني. خطيره البلاك ستارز يشوط كره وممتازه جدا المحاوله الغنيه، وخطا فادح في الدفاع المغربي، خطا فادح، يدافع هو يوخر التالي ويوخر ويتاخر، ولا واحد يقدم عليه، شوف الكل متاخرين. لو كان لعبة هذه لو كانت عن حكيمي كنترول يلف ويدور، حكيمي الهربه على اليمين، يقول لي الهربه وين؟ الهربه للفيستير يا حكيمي. خلاص الشوط الاول خلص هنا في استاد احمد ايتشو في ياوندي في الكاميرون في 30 درجه، لازم تتحط في الاعتبار وتتحط فوق الطاوله في التحليل. المغرب 0 غانا 0، وهنا سليم ملاح ما كانش مليح في اللقطه الاخيره، لعب بالنار سليم. شكرا للزميل هشام الخالصي. الشوط الثاني على بعد لحظات من ارقام الفتره الاولى على مستوى الاستحواذ، 62% نسبه الامتلاك كان المنتخب المغربي، عدد المحاولات 5-2 للوصول، الكرات على المرمى 1-0 فقط للمغرب، وعلى مستوى الركنيات التفوق الرقمي الوحيد للنجوم السوداء 3 ركنيات. الكره الثابته واستثمار الفرصه، كره ضاعت على المنتخب المغربي مره اخرى، يلزم كره ثابته، النجاح في كره، لا اوندري اقطعتك يا حكيمي، ترجع كره 1-2، والدفاع الغاني جدا ملعوبه، كره خطيره العرضيه
وفرصة ديف خطيرة جدا فيها جول توزيع مش ممكن على حياة الدفاعات يرجع حكيمي خلاص خلصت المتويلة تمشي كرة خطيرة كنترول كان صعيب والجوردان جوردان حذاري حذر للبلاك ستارز حذاري على القائم الثاني وترجع كرة من يلعب الكرة لل 14 وممكن رقمه يضرب الكرة ولكن ما هوش بوشعيب هالكرة تمشي في شعابي يا وندي بعيدة من بوخلال لمين يا دم تحط الكرة بالراس ما وصلتش لي خطيرة والتسديدة كان ممكن يطلع كرة لحكيمي هدم ماسينا والكرة افتخب الغاني يلعب الكرة منتخب الغاني وبونو كازا هالكرة ترجع مرة أخرى بعيدة أجرد مزيد الخطورة خطيرة الكمالو والعملاق بونو نحاله ممتازة من ياسين بونو ينقذ الوسط من كرة غدارة من المنتخب الغاني كاد يختفي المباراة سوليمانو كرة ترجع من أكرم يرجع بالكرة وحلو اثنين والمدربين الاثنين ما عملوا حتى تغيير كرة خطيرة بالرأس ياسين بونو كان بالنسبة للمدرب ترجع كرة بالرأس كرة ثانية وشوت في منطقة الجزاء طارق يوزع كرة والكرة يخطف المباراة بوخلال كرة جول يا بوفال أنت الفال الحسن ماذا قلت لكم يا المغاربة ستنتصرون ستعبرون ستمرون ستمررون الرسالة على أنكم أقوى فرق الجروب سي واحد بلاش في مرمى جوزيف ولاكوت أكاد استنسخ هدف ناجي جدو في مرمى غانا في عام 2010 في الفيلم